مخابرات المغربية ديال الحموشي كيتفاهم مع الجبار، كيعطي واحد النسبة من الإنتاج، كيعطي عليها فلوس باش يقدروا يخرجوا مخدرات من الجبل ديال كتامل. المهرب المغربي اللي كيعطيها لنا حنا باش كنقلوها، حنا ما عندناش علاقة بالمخزن، المعلم ديالنا هو اللي كيتفاهم معاهم، يعطيهم الفلوس باش يفتحوا لنا الطريق باش حنا نفوتوا.